تتصور أمي على الغار؟ والله البارح نامت علي من دون أكل. الحمد لله. الحمد لله. أنا بعرف صديق لي إنه 2000 دولار ما بيعرف شو بده يوزع ولا العالم. بدي أشوف كله بركي بجيب لي أكل. صورنا من هذا الشجار شالك وانا مصوره من دون ما ينتبه لي. بس تعال شوف لي على اكل اليتامى، بس شوف لي على الوجبات. بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي وكاله الدرر الشاميه عبر صفحه الفيسبوك، نحن الان على حدود سوريا التركيه بين العوائل الذين نزحوا بسبب القصف الى المناطق الزراعيه والذين يفترشون الارض هنا. الان وقت الافطار. يشتكي الاهالي هنا من فقر الدعم، حيث لا تاتيهم المنظمات الإغاثية لتقديمهم بشكل كامل، يحتاجون إلى المرافق الصحية، إلى الخيام بشكل أولي، وإلى الغذاء. هنا أحد الناطقين باسم الأهالي. كيف الوضع أخي؟ والله شفت عينك الوضع. الوضع سيء جدا، مأساوي يعني. هاي أكل يتامى، ما في وجبات، ما في شيء، كله خالص يعني. لا معونات، لا خدمة، لا خيام، ولا شيء، ولا حتى مواد طبية، ولا خالص. ها يعني شفت عينك. تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. كيف الوضع؟ والله وضع على الله. شوفت عينك يا اخوي. من وين نزحتوا انتم؟ من ريف حماه الغربي. حاليا هون متطلباتكم انتم؟ والله مو كل شيء يعني، ما ابو شيء انه معين يعني. اهم شيء الخيم، اهم شيء المنامه يا اخي. اكل شوفت عينك يعني، اهم شيء المنامه واهم شيء الخيم. يضم هذا التجمع الصغير نسبيا بناء على الاعداد الكبيره التي نزحت، يضم حوالي 240 عائله. هؤلاء العوائل اهم احتياجاتهم في الوقت الحالي هي تامين الخيام، المرافق الصحيه، حيث لا يوجد حمامات او مرافق صحيه في هذا المكان. هم في ارض زراعيه على الحدود السوريه التركيه في ريف ادلب الشمالي. ايضا كاغاثات مستعجله يطالب الاهالي بتامين الغذاء، بتامين بعض المواد الاوليه لتامين كي يستطيعوا ان يعدوا وجبتهم. غياب كامل للمنظمات الاغاثيه في هذه المنطقه من الحدود السوريه التركيه. السلام عليكم. وين راح تفطروا انتوا يا اخي؟ عملتوا فطور ولا لسه؟ السلام عليكم. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الوضع حاليا؟ والله شوفت عينك يا خال، نحن نازحين من ريف حماة الغربي، وما في مساعدات عنا، ما في خيام، ما في بطانيات للأطفال هذول، العم يناموا عنا بالليل، صار برد بالليل وما في بطانيات. بدنا خيام، بدنا بطانيات،
بدنا اكل للاطفال، بدنا حمامات، بدنا مي، يعني كل شيء ما في هون، ما في شيء. طيب كيف عم تدبروا اموركم انتم بهالوضع؟ والله العظيم هيك عم ما في لا منظمات عم تجينا، لا في ما في شيء، وعلى الله احسن شيء. هذا وضع 240 عائلة من 700 ألف نسمة هجروا من منازلهم في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي بسبب التصعيد الأخير من الطيران الروسي والطيران الأسدي على المنطقة. هؤلاء العوائل يمثلون نسبة قليلة جدا من جميع العوائل التي نزحت وافترشت الأرض بسبب عدم وجود مأوى، عدم وجود مكان يلجؤون إليه. كما نرى تقوم بعض الأهالي هنا بوضع بعض البطانيات أو بعض أكياس النايلون على الشجر علها تستر عليها ما بسبب عدم وجود الخيام وما إلى هنالك. الآن بالتزامن مع أذان المغرب ما تزال هذه العائلات قابعة هنا. هذه المنطقة في ريف إدلب الشمالي على الحدود السورية التركية تفتقر أيضا للبنية التحتية، حيث لا وجود للحمامات، لا وجود لأي متطلبات الحياة الأساسية. السلام عليكم. وين فطوركم؟ هسه نحطوا هلا ثلاث مرات شبرك وما شبرك. كيف الوضع؟ ممتاز. كيف الوضع يا عمي؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. الوضع سيء. المثير للاهتمام أعزائي المتابعين أن الأهالي هنا كلما يشاهدون غريبا مرة أو شخصا دخل إلى هذه البقعة على لسانهم كلمة تفضل، هيا كي نأكل قليلا. الكرم والأصالة في الشعب السوري لا ينتهيان مهما كانت الظروف. حط السفرة يا شباب، خليني صور ميك قال بده نعمل رقابة عليه. إن الله كبار معلم كبار. لا أرباط ولا شيء كبار. تصور لك تصور. كرام قصور أكل شغل يسري، ما عنده خيام، ما عنده مأوى، ما عنده. صور لي هاي الخيمة اللي بشقشقة، خليه يشوفها، يشوفه شلون هاي مشقشقة. طلع 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 صور صور. بابا اسمه ايه شيري وجه الله؟ عندي كفير وبداك مو يستعمل عليها والله. بيطلع انا لان الخيم. لا يا تصور تصور. لا. قد ما يجيني دعم. شو دعم الله. دعم شو؟ كمان بدهم يحاسبونا على اكلنا اللي بدنا ناكله؟ هذا اللي عند محمد ما بده. السلام عليكم. وين فطوركم يا؟ والله سمحت لي راح اذكر. كل شيء كل شيء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شو الاوضاع هون يا اخي؟ الاوضاع هون حياه ماساويه. طلعنا من بلادنا بتيابنا، هذول هالطراريح هذول والله مو لي، ولكن الحمد لله راح يأذن المغرب وشوفت عينك ما في شيء خالص، لا في حمامات، لا في مي، لا في خيام، ما في شيء خالص. دعم واقف علينا نهائيا نهائيا. بتجي سيارة الوجبات، الشاطر بيزت حاله عليها وبيتقاتلوا مشان صحن الرز اللي عم تبعت لنا اياه المنظمة لتاكلوا هالبشر وتفطر.
الله المستعان. الله المستعان. بيتقاتلوا ابو الوجبه بيدور وبيروح. نحن بنضل هيك هنا. اليوم كمان نفس الشيء، سيارتين ما طلعنا شيء خالص. ونحن صايمين صايمين لله عز وجل، بدنا شيء نفطر وما في. بعتنا لعند رفيقنا مغرب ساكن بالخيمه ليبعثوا لنا فطور لنفطر. وهاي الحياه، في اكثر من هيك وفي اصعب من هيك. فأنا ترجعوني على بلادي واعطوني بطانيه يا اخي، ما بدي منكم بطانيه. انا عندي بطانيات، انا ببني بطانيه ببلدي وبقعد بيها احسن ما تعطيني قصر. استنت منك ان شاء الله قريبا. ان شاء الله، جزاكم الله كل خير. بس خالد شطر الاداء. لازم يبدل يكون بلش حكم يعني دقيقة. شفتها المعلمة كمان بعد هون؟ كل مخيم هذاك الغلام. طيب هذاك معصومة بعد يوصل صوت المجيمة على هون؟ ايه بوصل. قلت لي مكفر زيتي ما؟ انا لا ما حرق مدينة. الشاب اللي كان معه على اللي معي مكفر زيتي. اجيبه اليوم مانو معي. عم يظبط المطبخ، عم يظبط المطبخ ميداني. قدام. اذا اعزائي متابعين صفحة الدرة الشامية، الان رفع اذان المغرب هنا في منطقة المخيمات بريف ادلب الشمالي. صمتي اليوم؟ ما صمتي؟ والله عليك. ان شاء الله ألف صحة. الله يفرج. افطر راسك كمان. إن شاء الله ألف صحة، الله يفرج عنا وعنكم يا رب. ألف صحة. كنا معكم متابعي وكالة الدرر الشامية عبر الفيسبوك من ريف إدلب الشمالي على الحدود السورية التركية في أحد الأراضي الزراعية التي يقطنها النازحون حديثاً.